بسم الله. اهلا بيكم في درس جديد من دروس اتعلم امريكي. انا مستر سام وبعمل الدروس اتعلم امريكي في شكل جديد اسمه يلا نعيش. الدروس دي اصلا علشان الناس اللي ما تعرفش انجليزي خالص، اللي ما يعرفش اي حاجه في الانجليزي، لو انت تعرف حاول انك تستعمل الانجليش زي ما بنستعمله هنا في امريكا، مش زي ما انت متعود تقول عليه او تتكلمه في بلدك. هناك انت في بلدك بتشوف ايه هتقول ايه بالعربي وتقوم قلبه انجليزي، بس مش دي الطريقة اللي احنا بنتكلم بيها. علشان تعرف تتكلم كويس لازم تحصل على شوية اساسيات ولو بسيطة في كل حاجة، بحيث تكون لك قاعدة كويسة تقدر تنطلق منها للغة قوية. السواقة تعلم اللغة او ممارسة اللغة زي السواقة، زي ممارسة القيادة، لازم تتكلم مع حد علشان تبطل تتهته. لو انت بتذاكر مع نفسك الحاجات دي لازم تذاكر بصوت عالي شوية، لازم تنطق بصوت عالي، fractions تنطق بصوت عالي، ودنك تتعود انها تسمع صوتك فما تحسش ان ده شخص غريب. انت لما بتسمع نفسك وانت بتتكلم بالعربي بتحس ان ده عادي، يعني انا بتكلم عادي زي اي حد، صوتك مش غريب. لكن اول ما هتيجي تتكلم لغة تانية، ياباني مثلا، وعودو وتعمل كده، تبص تلاقي ايه ده، تحس ان انت واحد تاني، صوت تاني، فتبتدي لان ده لسه ما تعودش. حاول دايما لما تذاكر مع نفسك تنطق بصوت عالي. انا ما بحبش احط ولا كلمة انجليزي في كلامي، انما انت المفروض تعمل كده. انا ما بحبش الحركة بتاعت واحد يتكلم عربي وقوم حاطط كلمتين انجليزي، بس انت لازم تعمل كده حتى لو ده مش صح، علشان تتعود انك تستعمل الكلمات اللي انت بتحفظها وما تنساهاش، وتتعود انك تفتكرها وتنطقها وما تبقاش بتتلجلج كده. اوكي، بس عندي ملاحظه صغيره كده، بس اظبط عندي بس ملاحظه صغيره كده عشان الناس حتى اللي بتتكلم انجليش، للاسف بلاقي ناس كتير برضك بيتكلم انجليش بس برضك اوبن، مفيش حاجه اسمها اوبن بالبي، ارجوك افتكر بي زي لغتك. احنا ما عندناش بي، هم عندهم بي. احنا ما بننطقش الث، هم عندهم الث، واتكلمنا فيها الدرس اللي فات وقلنا ان الث حرف اساسي بيفرق ما بين كلمه وكلمه. اوكي، الدرس اللي فات اتكلمنا على المفروض طبعا ان احنا ماشيين على القاموس. راح فين اهو القاموس ده؟ هو ده اللي احنا ماشيين عليه المفروض. يعني كل مره انا سميتها يلا نعيش لان كل مرة بيوديك في مكان مختلف، كل مرة قاموس مصور بيوديك في مكان مختلف، بس انا حبيت نقف هنا شوية لانه جايز يكون اتكلم على الحاجات دي بعدين وجايز لا. يعني انا بقلب بسرعة اهو، ما اعتقدش ان هو جايز اهو، لا في اهو جايز يكون اتكلم عليها، هو هيتكلم على الاشكال دي، واخدين بالكم؟ بس مش حاطط شبه المنحرف، لو انت ليك في الرياضه مش حاطط حاجه اسمها شبه المنحرف، بس ايه كملاحظه سريعه كده يعني، بس بيتكلم عليها اهو. بس انت ازاي تقول 1+1 بيساوي 2، 2+3 بتساوي 5، 5+2 بتساوي 3، ازاي تقول ده بالانجليزي؟ ولو حتى اللي هي 1+1، 1 × 1 ب1، اللي هي الحاجات الصغيره دي ما بيدرسوهاش وما بيقولوهاش، وتفاجأ بانك انت محتاج تبقى عندك ولو خلفيه بسيطه عنها. اخر مره اتكلمت على الديسيمالز. الديسيمالز ده اللي هي العلامه العشريه، 1.1 من 10، انما ده 1000 مثلا، 100. الواو دي اللي انا عاملها كبيره قوي كده ديت اللي هي بتبقى الكوما، ده معناها ان ده قدامه 3 اصفار فده 1000، انما ده لو قدامه، قلنا قبل كده الدرس اللي فات، الصفر اللي على اليمين ده ملوش لازمه، انما هنا ليه لازمه لانه معناها انه 100، انما هنا ملوش لازمه. امتى يبقى ليه لازمه؟ على الشمال هنا، لو بقى هنا على الشمال اصبح 1/100 بقى ليه لازمه، انما الصفر هنا على الشمال ملوش اي لازمه ولا ليه لازمه، زي هنا بالظبط. فانت اجيب بس البتاع ده، فانت تبقى عارف
ان العلامه الديسيمالز ده العلامه العشريه دي تقول لك خانه عشرات، خانه مئات، خانه الاف. فاكرين الدرس اللي فات؟ دي عشرات، دي مئات، ودي الاف. وقلنا ايه؟ تنث بالث، هندرد بالث، تاوزنث بالث. اوكي، الدرس اللي فات لو انت ما شفتش حد علق الدرس، لو انت مستصعبه، انا ما عملتش اي حاجه. لو دي 1.1 زائد 1.1، يعني لو قلنا 1.1 بلس 1.1 ايكوال 2 2، صح؟ وبنزل العلامه اهي، الديسيمال دي تنزل زي ما هي اهي، تنزل هنا زي ما هي. طيب لو ناقص ماينس، يبقى دي بلس دي ماينس 1.1، هيطلع الناتج اللي هو ده عادي. واحد تشيل اتنين، تشيل منها واحد يبقى واحد، هي بعينها. هي الفكره كلها ان انت لما تيجي تستعمل ال multiplying اللي هي الضرب، 1 multiply 1، واحد في واحد بيساوي، يعني انت لو هنا كده امسح ده كده، واحد دي في واحد بواحد، واحد في واحد بواحد، صح؟ طيب واحد في واحد هنا نو غلط، واحد في واحد بواحد ليه؟ لان ده تاني مكان، انت خلصت ده، ادي نزل هنا، هنا ما ينزلش حاجة، ده مكانه يبقى زيرو. ليه؟ لان ده هنا تاني مكان، فيبقى واحد في واحد ينزل هنا، واحد في واحد بواحد. واحد زائد صفر واحد، واحد زائد واحد اثنين، واحد تنزل. كم مكان هنا؟ مكان. زائد كم مكان هنا؟ مكان. ادي مكان ومكان، مكانين، ادي اول مكان، تاني مكان، يبقى احط النقطة هنا، البوينت بتاعتي هنا، يبقى واحد، 21 من 100، مكانين، وادي مكانين، وادي البوينت اهي. في حالة الضرب بتجمع، في حالة القسمة ديفايد، لما تيجي تعمل ديفايد بتطرح. صعبه دي؟ فيهاش اي صعوبه، انت بس حاول تفهمها. المره دي هتكلم على الفراكشنز. هتلاقوني بشرب شاي سخن عشان لسه الصدر شويه. اتكلم على الفراكشنز اللي هو القصور، اللي هي 3 على 5. اقولها ازاي؟ مش عارف هما كان، انا فاكر ان هو كان بالعربي الباست والباست والمقام، صح؟ بس انا مش فاكر، معلش نهون اسمه الباست توحيد، يبقى المقام اللي تحت، لان انت لازم كان يقول لك توحد المقامات، صح؟ اللي هو اللي تحت، يبقى ده المقام. احنا ممكن نكتبها كده من دلوقتي، صح؟ ال وده الباست، ولا تبسطها كل البسط فتقوى البلوبة المحصورة. ماشي، 3 على 5، اقولها ازاي؟ الاول ده اسمه ايه البسط؟ نو مريدر، مناخيري نو مريدر، دي دال شوية، فاكرين؟ نو مريدر، مش لازم تحفظها بس تبقى عارف. المقام مش او، احنا امريكي، احنا امريكي، لو مش فاكر خش على اليوتيوب. كم مره اقولها؟ مستر سام 2016، كلمه واحده من غير اي مسافه، اوكي، من غير اي مسافه. دي الصفحه بتاعتك، هتلاقي الصوره بتاعتي وكل حاجه، دوس على فيديوز هتلاقي الفيديو حرف الاو، درس انزل تحت خالص في الدروس من اولها، حرف الاو، حرف الاو هنا كتير بنقوله لو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، عشان تبقى تشوف الدرس لما تبقى فاضي اوفلاين، بس احفظه يعني وانت اونلاين. لو على الفيسبوك اعمل شير، الفيديو اللي عليه شير كتير ولايك كتير، انا ما مش هيفرحني، انا مش، انا الفكره كلها ان انا عايزك تعمل شير كتير ولايك كتير، عشان اللي مش عارف الدروس دي يقول لك ايه ده يا عم الناس اللي بيتكلموا عليه ده، اما اشوف فيتعلم يستفاد حاجه. هتلاقيه ده يعني الانجليزي بتاعه بسيط، يقول لك الله، طب ما انا ممكن ابدا سنه سنه، زي ما وصلت لك ساعد غيرك انه يوصل.
اتعود تعمل الحاجة وانت مش مستني اي حاجة من حد، ولو حاجة واحدة، ولو حاجة واحدة. اوكي، هتلاقي الدروس كلها موجودة هنا. جيب حرف الاو، هتلاقي كتير بنقوله يعني الانسان الالي على سبيل المثال عشان افتكرت اسمه ايه، روبوت، هتلاقي كلك لا بالامريكي روبوت، روبوت كأن دي يو، روبوت. اوكي، انطق زي ما هما بينطقوا هنا، انا ما اعرفش هما بينطقوا كده بمشي وراهم. اوكي، denominator، denominator، numerator، denominator، numerator divided by denominator، واللي في النص ده اسمه بار. عارفين البار زي البار بتاع الحديد، تلاقوه مستقيم كده وطويل وتقعد تلعب حديد كده، اهو ده اسمه بار برضو لانه نفس الشكل. numerator، نو نو تقسم دي كده نو مش راضي يعمل ليه، نو numerator، denominator، numerator divided by denominator، وده اللي في النص اسمه بار. 3 على 5 ده اقل من 1 لان 5 على 5 بيساوي 1، يبقى 3 على 5 ده اقل من 1. ده الشكل الصحيح للفراكشن، ده الشكل الصحيح للفراكشن. بنسميه بقى الشكل ده بنسميه proper fraction. proper يعني perfect، يعني مظبوط. في ده في تعليقات، بس الظاهر انا قافل التعليقات هنا عندي على الجهاز عشان كده مش شايف، انا اسف يا جماعه. ده اليكس، عليكم السلام. اليكس، الساعه اتغيرت هنا يا اليكس، الساعة هنا اتغيرت وانا بعت بوست بالكلام ده، وانا عملت بوست، الفيديو بيقطع، انا عملت بوست بالكلام ده، اتأكد من النت عندك يا أليكس، اعمل ريستارت. انا عملت بوست بالكلام ده، قلت ان الساعة هنا اتغيرت، فهتلاقي ميعاد الدرس اتأخر ساعة لغاية ما بلدك. اذا كانت بتغير الساعة يبقى هيرجع عادي، ما كانتش بتغير الساعة زي مصر بطلت تغير الساعة، يبقى هتلاقي الدرس ايه متأخر ساعة أو أكتر. أوكي، أنا فتحت التعليقات، أعمل ريستارت يا أليكس. ولو حد تاني، أرجوكوا لو حد تاني شايف الدرس بيقطع قول لي عشان أعرف لو إن الدرس بيقطع. أنا شايفه قدامي كويس، شغال كويس. أوكي، عشان الوقت ما يجريش مننا، فراكشن بنتكلم على فراكشن اللي هي الكسر، زي 3 على 5. الرقم اللي فوق اسمه numerator، الرقم اللي تحت اسمه denominator، اللي في النص ده اسمه بار. الشكل بتاع 3 على 5 اللي هو اقل من 1، لان 5 على 5 بتساوي 1، 5 برتقالات نديها على 5 اشخاص، كل شخص هياخد برتقاله واحده يبقى بيساوي 1. معنى كده طالما الرقم اللي فوق اقل لس ذان الرقم اللي تحت، يبقى انت كده هذا شكل صحيح اسمه proper fraction. proper fraction لو الرقم اللي فوق اكبر من الرقم اللي تحت، عكس كلمة proper improper. والكلمة بتاعت كلمة عكسها دي من الحاجات اللي صعبة على الامريكان نفسهم لان ملهاش قاعدة. clear مثلا على سبيل المثال انت بتقول clear يعني واضح، غير واضح unclear، لكن proper عكسها improper. ففي كلمات كتيرة لو قعدت افتكر لك هتلاقي الكلمة دي عكس دي، بس مرة بتزود im ومرة بتزود un ومرة بتزود ايه ab زي abnormal، فانت كل مرة بتزود حاجة مختلفة بس ملهاش قاعدة بتتحفظ او تتعود عليها. anyway بس تبقى عارف ان دي كلمة واحدة، يعني ده في دي بس المكان صغير. improper fraction يعني الرقم اللي فوق اكبر من الرقم اللي تحت، ما ينفعش يبقى اكبر من الرقم اللي... فبنحوله لحاجة اسمها a mixed number. تقسم ال11 على 4
هيطلع لك 2 و3 ارباع. ازاي؟ 11 على 4 ما تنفعش، ننزل رقم 10 على 4 ما تنفعش، ما فيش حاجه في 4 ب 10. 9 على 4 ما فيش حاجه في 4 ب 9. هتجي تعمل ايه؟ بتعرفها ازاي؟ بتقوم عامل جدول. اه بص شاطر اليكس ما شاء الله، مستر اليكس يا جدعان شاطر، حافظ الحاجات بالعربي. كسر اعتيادي ماشي، هاي اسمه اعتيادي. تقوم عامل كده، مفيش حاجة في 11، مفيش حاجة جدول 4، هتلاقي 1 في 4 2، بيعملوها كده يعني. ف 2 في 4 ب 8، يبقى 8. 8 على 4 فيها ب 2 اهي. طيب 8 ناقص 11 3، يبقى 3 اهي. اتأكد ازاي؟ 4 في 2 ب 8 زائد 3 بتساوي 11، ادي ال 11 اهي. اتأكدت ازاي انا؟ 11 ما تنفعش، 10 9 8 اه 8 على 4 فيها ال 2 اهي، يبقى 8 على 4 فيها ال 2. طب 8 ناقص 11 3، يبقى ادي ال 3. اتأكد ازاي؟ 4 ببدأ من تحت مش من فوق، ببدأ كده 4 في 2 ب 8 زائد 3 11. سهلة كده؟ يبقى أنا كده اتأكدت إن أنا صح. سهلة كده؟ ليه كده؟ ليه أنا بقول لك وجع الدماغ ده؟ عشان عايزك تتعلم الأساسيات، مش عايز يضحك عليك في الفيسبوك ويقول لك إيه؟ على سبيل المثال الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وبعدين كلام شياطين، اشتم 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 وإيه؟ ويقول لك كلام أنت نفسك ممكن تكون بتقوله وفاكر أنت بتقوله صح، وانت بتقول حاجة على ربنا غلط. فخلي بالك انت بتقول ايه على الله او على رسوله، او حتى لو كنت مسيحي في دينك، خلي بالك انت بتقول ايه. وبعدين تقول يوم جاي في الاخر يقولك وطبعا الله على كل شيء قدير، فانت تقوم كاتب له ايه؟ امين. واللي وراه ما امين، ما انا اسف زي الخرفان وراه كده، ما يبقى معه امين. امين على ايه؟ ده كلام شياطين، ربنا ما قالش كده. ربنا قال في الكتاب ايه؟ كذا كذا كذا، واضحة. يبقى ما ينفعش انت تعمل عكس كده. ربنا قال مثلا ايه؟ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يبقى انا ما اروحش اتجسس على حد، اصل جوزي يعني لازم اعرف اذا كان بيخوني ولا لا. ربنا قال لا تجسسوا، تطلع جوزك يطلع ابنك يطلع بنتك، ما ينفعش تتجسس. انت 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 تحافظ عليه اه، وتسيبه لربنا سبحانه وتعالى هو اللي يحاسبه. انما انت تعمل كده وما هتطلع امين، يعمل لك ايه؟ هو يقول لك ان الرقم اللي تحت ده 4 مثلا، الاربعة اكبر من 5؟ لا طبعا الخمسة اكبر، عشان عارف ان الاساسيات عندك ضايع. الرقم 4 اكبر من 5 لما يكون تحت، وهتجيلها دلوقتي. لما يكون تحت الاربعة اكبر من 5، افتكر كويس، افتكر كويس ان انت عندك، عشان بس تبقى فاهم الفراكشن ده ايه. افتكر الدرس اللي فات، هتلاقيه صورته هنا، هتلاقي صورته هنا. عشان كده انا ما بعلقش في الفيسبوك على اي حاجه، انا اقعد اصلح لمين ولا لمين، انا مش هخلص كده. افتكر المنظر ده، هتلاقي عندك دايره هنا، شايف الدايره؟ شايف المربعات دي؟ شايف الدايره؟ هو ده الكسور، عشان تبقى فاهم دي ايه. عباره عن دايره هنا كده، عشان تبقى فاهم الكسر يعني ايه. دايرة ايه؟ دانوس اسمه 1/2. يعني ليه بنعمل كل وجع الدماغ ده؟ لو انت شغال في شركة مبيعات وعايز تعمل تبين انك انت ممكن تبيع كويس في المكان ده مثلا، فبتقول لو فرضنا ان المدينة عبارة عن دايرة كده، وده عدد السكان، نصهم نصهم شباب مثلا، فيبقى 1/2 شباب. 1/2 نصهم شباب. طيب لو عايز اقول تلتهم، هقوم عامل دي كده وعامل علامه المرسيدس دي كده، بقى ده تلت وده تلت وده تلت. اقولها ازاي بالانجليزي؟ 1/3 1/3. طب انا لو عايز اقول ان الدايره دي هقسمها على ادي نص، وكل نص يبقى ربع، ده ربع وده ربع وده ربع وده ربع. الربع اسمه 1/4،
بس الربع احنا بنسميه هنا one quarter. one quarter ده ربع وده ربع وده ربع. ده ربع one quarter. ده two quarter. ده three quarters. ف three quarters بيقولوها three fourths. ده لو انت في الكتاب. لكن احنا هنا في امريكا امريكي اسمه three quarters. ثلاث ارباع اسمه three quarters. عندك لو دي متقسمة لخمسة. لو دي فرضنا ان دي متقسمة خمسة يعني ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. يبقى three fifths ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. three fifths يبقى انا اشخبط كده تلات اخماس الدايرة كذا. انما اتنين على خمسة من الناس بيبقوا كذا. عشان كده انا بستعمل الفراكشنز. اوكي؟ عشان بس تبقى فاهم بستعمل فراكشن ازاي. ده اسمه one half, one third, one quarter. ده مثلا three fifths بالث. دي برضك عشان تبقى عندك فكرة. واحد لحظة لو سمحت. لو سمحت ممكن توطي الصوت لان صوته عالي جدا. هما عشر دقايق بس لو سمحتوا. one sixth بالت دي اخرها ت. واحد على ستة دي اخرها ت. one sixth واحد على ستة. one sixth اتش سايلنت. هنا ث هنا quarter. عايز تقولها fourth is okay. one third. بعد كده seventh بالس. seventh بالس عالي. eighth ninth كده وهكذا يعني. اوكي بس تبقى عندك فكره ايه ده. اوكي الكسور لو انا عايز اجمعها او اطرحها او اضربها او اقسمها زي الديسيمالز adding subtracting multiplying multiplying او dividing تقسم. احفظ الكلمات دي لو انت مش بحابب الرياضه وعامل زي حالتي ما بتحبش الرياضه مفيش مشكله بس تبقى عارف الكلمات دي يعني ايه. يجمع يطرح يقسم يضرب كده يساوي زائد ناقص. احفظ الكلمات دي لو عايزنا اقولهم لك تاني اقولهم لك تاني مع ان قايلهم الدرس اللي فات. اوكي لو انت بتجمع وكان الدينومينيتور هو نفس الدينومينيتور واحد فيبقى عادي زي عادي حياتك عادي. 2 زائد 5 7 فش اي حاجه والتسعة زي ما هي. لو بتطرح 2 ناقص 7 يساوي 5 والتسعة عادي زي ما هي. طب انا لو عايز اقول الرقم ده على ده طبعا ده 7 اتساع مثلا 7 9 لا المثال يعني. ده 7 اتساع. لكن نفترض ان انا مثلا بقول ايه ار 1 مثلا على في 1 مثلا مثلا نفترض اقولها على ازاي اوفر مش اون. قلت قبل كده الفرق بين اون واوفر. اون ده على ده انما ده اوفر فوقيه انما مش شلناه مسكناه وحطيناه عليه. هفتكر ان شاء الله. فيبقى ده على ده اوفر. اوكي 2 plus 5 7 9 stays denominator stays 7 7 minus 2 5 مفيش اي حاجه. طب لو كان ال denominator مختلف اجمعه ازاي؟ لو ده اللي تحت ده غير اللي تحت ده ينفع؟ ما ينفعش. بص بقى خد بالك انا ينفع اضرب النص ده في واحد. لو ضربت ال 1 half ده في واحد مليون في واحد بمليون خمسة في واحد بخمسة اي حاجة تديها لواحد هيفضل زي نفس الرقم. اديت مليون جنيه لواحد في ايده يبقى اديته مليون. اديته خمسة يبقى اديته خمسة. يبقى الناتج دايما الرقم عادي. فنص في واحد بنص عادي وتلت في واحد بتلت. يبقى انا ما عملتش اي حاجة صح؟ انا عملت كده ليه عشان اوريك حاجة ان الواحد ده لو خليته تلاتة على تلاتة خليته 3 على 3 3 على 3 فيها كام؟ الواحد.
بص بتكلم بالعربي عشان يبقى سهل. فيها الواحد يبقى انا ما عملتش اي حاجه صح، واتنين على اتنين فيها كام؟ الواحد، يبقى انا زي ما انا مفيش اي حاجه. طب ليه انا قسمته تلاتة؟ ايه الرقم اللي يجمع ده وده؟ الستة، مش كده؟ اتنين في تلاتة بستة. طب ماشي، يبقى انا اضرب اتنين في تلاتة ازاي؟ بس دي زائد، اقوم ضارب ده في واحد وضارب ده في واحد، يبقى واخلي الواحد ده تلاتة على تلاتة، واخلي ده اتنين على اتنين، بقى اتنين في تلاتة بستة، تلاتة في واحد بتلاتة، بأصبح ان ده هو ده هو نفسه تلاتة على ستة، وده واحد في اتنين باتنين، اتنين في تلاتة بستة، اصبح ان اتنين على ستة هو نفسه تلت في اتنين على اتنين، هو نفسه ده هو نفسه ده. بس عملت ايه انا؟ وحدت المقامات، خليت الدنومينيتور نفس السين، وبقى تلاتة زائد اتنين خمسة، بقى خمسة على ستة، ادي النتيجة. صعبة؟ لو صعبة قولي، لو في حاجة صعبة قولي. طب لو طرح هينفع اطرح ده من ده؟ لا. ليه؟ عشان دول مختلفين. تاني افتكر دي اساسيات، الاتنين اكبر من الخمسة لانها تحت، اوعى حد يضحك عليك يقول لك خمسة اكبر من الاتنين، ده لما يبقى رقم، ده مش رقم، ده كسر. يعني ال 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 النص، نص التورتايه اهي، لو افترضنا ان دي تورته اهي، تورته اهي، نصها اكبر من الخمس، لو احنا قسمناها كده، دي تلاتة ودي اتنين، بقى ده ربع، ادي خمس، خمس اتنين تلاتة خمسة، ده كده اهو. لا طبعا النص ده اكبر من دي، فالنص الاتنين اكبر من الخمسة. اوكي ماشي، هنضربه برضك في واحد، والواحد ده هنخليه خمسة على خمسة، انما الواحد ده هنخليه اتنين على اتنين، يبقى اتنين في خمسة بعشرة، اتنين في خمسة بعشرة، اطرحهم هيطلع تلاتة على عشرة. فيش اي حاجة، فيهاش اي صعوبة، بس تبقى عارف ولو اساسيات بسيطة في الرياضة، عارف ان ده 1 by 5 equal 5 2 by 1 equal 2 5 minus 2 theory، تبقى انت عارف ان هي minus plus في باي على كده. طيب لو هعمل بقى multiplying، هضرب، لو انا هضرب رقم في رقم، ما ده هو اصلا انت كنت بتحوله ضرب عشان تسهله، هو قدامك مضروب already، مضروب على عينه. طيب يعني سهلة، 3 في 4 ب 12، 5 في 8 ب 40، بقى 12 على 40. تعرف تعمل تخلي ده ابسط، يعني 12 على 40 دي تخليها رقم ابسط من كده، ابسط، اقسم دي على ال 4 فيها ال 10، واقسم دي على ال 4 فيها ال 3، بقى 3 على 10، واخد بالك؟ فانا عملت ايه؟ خليته يعني سيمبل اكتر. اوكي طيب لو انا عايز اقسم، لو انا عايز اقسم ديفايد 3 على 4 باي 1/7، هقسمها ازاي؟ ده غير ده، الدينومينيتور هو اللي مختلف. بص بقى الحركه دي بتعمل ايه، علامه دي هتخليها العلامه دي، علامه القسمه هتخليها علامه الضرب، بدل ما هو باي يبقى مولتبلاي، وتيجي على الكسر الثاني ده وتعمل له انفيرت. انفيرت يعني ايه انفيرت؟ يعني تيرن ابسايد داون، تقلبه من تحت ابسايد، ادي الابسايد، تخليه داون، ابسايد داون، القميص ده بالمقلوب، انسايد اوت، انسايد اوت، لا لا مش مقلوب ولا حاجه، تعمل انفيرت. تعمل انفيرت، فيبقى ال 3 على 4 في 7 على 1، 3 في 7 3 by 7 21، 4 by 1 4، الرقم ده 2 21 على 4 21 over 4 is a improper fraction، رقم improper. نخليه ازاي ميكسد نمبر؟
21 على 4 ما ينفعش، مفيش حاجه في جدول 4 كده. 20 على 4 4 في 25، يبقى 4 في 5 ب 20، 20 ناقص 21 1، اهي 4 في 5 ب 20 زائد 1 يبقى 21، يبقى انا عاملها صح. مجرد اساسيات بسيطه، انا اسف، صغيره بس انا اسف. ليه؟ علشان ممكن تكون ما تحبش الرياضه، او انت متخيل انا اتعلم انجليزي عشان اقعد اتكلم مع حد، بس اول ما تيجي حاجه زي كده انا ها؟ لا، لازم تعرف ولو حاجات بسيطه بس بيزكس. ده كله ده اسمه فراكشنز بيزكس، ده مجرد اساسيات لازاي تستعمل فراكشن. المره الجايه هكلمك على الريشيو او الريت او النسب اللي هي 10% مش عارف ايه، وبعدين هقول لك ازاي تحول الكسور ديسيمال لكسر لنسبه، العلاقه ما بين الثلاثه دول مع بعض. هقول لك العلاقه ما بين الثلاثه دول مع بعض، وهجيب لكم صور وحاجات كده ان شاء الله، هجيب لكم صور وحاجات تسهل لك البتاع الحاجات دي، وخليها قدام عينك واضحه بحيث تبقى عندك ولو خلفيه بسيطه عن الرياضه. بعد نرجع تاني للقاموس المصور ونعيش في مكان جديد. يا رب تكونوا استفدتوا، انا لازم امشي. ولو حاجة جديدة غريبة شوية بس تبقى عارف خلفيات ولو بسيطة. برضك هيجي في مرة وهكلمك عن مرة العلوم، عن مرة حاجات طبية، عن مرة تعليمات في مدرسة أو مصنع أو جيم، أو كل مرة أكلمك عن حاجة بحيث يبقى عندك خلفية أو أساسيات، إن كل مكان ليه كلماته وليه حاجاته، وتبقى عندك قاعدة تنطلق منها انك انت لما تبقى موجود في المكان ده تقول له انا عارف ده بتعمل كذا وده بيسوي كذا. هتنسى، ما انا بنسى، او هتغلط، ما انا بغلط عادي، بس تبقى عارف. هو ده اللي اسمه عالم، او عندك علم. مش عالم يعني عالم قدير، عندنا عالم ده يعني حاجه ما فيش بعد كده، لا، عالم يعني عندك ولو علم صغير تقدر ان انت تنطلق منه لحاجه اكبر، وتبقى ان شاء الله افضل واحسن. وكتر التنوع والتفكير يخلي مخك يتفتح، تتكلم اكتر. اهم حاجه تنطق بصوت عالي، من ساعه ما بدات الدروس دي انطق بصوت عالي. نو مريدر بار دينومينيتور بروبر فراكشن امبروبر فراكشن بروبر امبروبر فراكشن ا ميكسد نمبر، ده اسمه ميكسد نمبر. ادينج بلس subtracting minus equal multiply multiplying او multiplication by بتاخد علامة دي by dividing يقسم divide بتاخد العلامة دي 3 by 1 كده صح؟ عندنا كام؟ انا عايز اعمل لكم مره على البتاع دي هنا، بقعد افتكر حاجات كده، عمال امسح انا كل شويه، بس المشكله في الوقت، بس انا لازم امشي. المشكلة في الوقت، ماشي، هعملها لكم، هعمل لكم جدول كده وحاجات كده المرة الجاية بحيث واصورها لك وانزلها لك بحيث يبقى كله موجود في مكان واحد فما تتلخبطش، بس خلوها المرة الجاية لأن أنا بجد لازم أمشي. أشوفكم إن شاء الله الدرس الجاي في دروس تعلم أمريكي. كان معاكم مستر سام، مع السلامة. ده الفيديو كمان الشحن قرب يخلص. يا رب تكونوا استفدتوا، مع السلامة.